السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم الاثنين والأيام القادمة بإذن الله. فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا عن ما تحدث إخواني الأعزاء. ما تنسوا تدعمونا بلايك، ولكن أول مرة تشوف القناة أخويا ديرنا واحد اشتراك وفعل زر الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا. وبالنسبة لليوم غد إن شاء الله الأربعاء، فيتوقع أن تكون أجواء نسبيا غائمة فوق المرتفعات الأطلس مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة إخواني الأعزاء. أما بالنسبة كذلك الفترة الليلية أن تكون بعض التساقطات الثلجية وطقس بارد على تباينت، وكذلك أوكيم دن وأمز ميز وإيمنتانوت ورزازات وتين غير، وكذلك التلوين ستكون بعض التساقطات المطرية نسبيا ضعيفة والمتفرقة بإذن الله مع تقدم منخفض جوي أطلسي إن شاء الله، سيؤدي إن شاء الله إلى أمطار نسأل الله الثبات بإذن الله. فالمرجو عمل لايك وشكرا لكم. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله فيتوقع بإذن الله تكون أجواء غائمة على الحوز بإذن الله، تبقى نسبيا أجواء نسبيا غائمة بدون فعالية من ناحية الأمطار. بالنسبة إن شاء الله كذلك اليوم الأربعاء يتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة مع تجول هذا المنخفض قرب المملكة كما تشاهدون إخواني الأعزاء، مع تقدم منخفض جوي عملاق بإذن الله سوف يقترب من المملكة. وبالنسبة ليوم الجمعة ستكون بعض التساقطات المطرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم السبت بإذن الله فستكون بعض التساقطات المطرية على السمارة، وكذلك الجنوب الشرقي وسوس بإذن الله تبقى ضعيفة ومتفرقة مع تقدم هذا المنخفض الجو بإذن الله كما تشاهدون إخواني الأعزاء. بالنسبة ليوم الأحد بإذن الله فيتوقع أن تكون بعض التساقطات المطرية على السمارة، وكذلك الجنوب الشرقي، وكذلك بإذن الله على زاكورة ومراكش أمطار نسبيا ضعيفة، وعلى قلميم كذلك بإذن الله، وأقصى جنوب المملكة وأقصى شمال المملكة ستكون كذلك أجواء نسبيا غير مستقرة. أما بالنسبة كذلك اليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع أن تستمر بعض التساقطات المطرية على الرشيدية وابن ملال وتبعيت مع تساقطات تلجية، مطر حاضر على ورزازات والتليوين وفم مسجد والزاكورة وطاطا وتيزنيت، وكذلك قلميم وأيتباها وبلفع وتفراوت وقلميم وأفركات وأسا وأسا زاك بإذن الله. ستكون بعض التساقطات المطرية نسبيا الضعيفة والمتفرقة كذلك مرتفعات الأطلس. بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله 20 دجنبر يتوقع بإذن الله أن تكون بعض التساقطات المطرية على الجنوب الشرقي وعلى الرشيدية، وكذلك تساقطات ثلجية على تباينت بإذن الله، أمطار حاضرة نسبيا على ورزازات ضعيفة وتازنخت وتريوين، أمطار ضعيفة كذلك على مرزوقة وأرفود الرشيدية، وأمطار كذلك ضعيفة نسبيا على بنقرير وخريبقة. ستكون أجواء نسبيا غائمة بإذن الله مع تقدم منخفض جوي أطلسي كما تشاهدون يتجول قرب المملكة بإذن الله كما تشاهدون اليوم الاثنين والثلاثاء. فيتوقع بحول الله أن تكون أجواء كذلك مستقرة مع اقتراب هذا المنخفض العملاق كما تشاهدون، منخفض جوي جد قوي إن شاء الله، نسأل الله أن يدخل إلى المملكة ليعطي أمطار الخير في الأيام القادمة، وإلى اللقاء.